سلام الرب معكم جميعا، امين. مع قناتكم قناة الملك والامير، ما زلنا نقول كل عام وانتم بخير لجميع اخوتنا المسلمين، وعيد مبارك وعيد سعيد. هلا صدقي، تتلقى مكالمة تلفونية من محمد صلاح بعد عرض جعفر العمدة، وتكشف الامر المثير. هلا صدقي في الاصل مسيحية وما زالت مسيحية، ولكنها تنتقل من طائفة لأخرى، والسبب هو الزواج. ولكن الأمر الغريب التي كشفته الفنانة هالة صدقي عن مكالمة تلقتها اليوم من اللاعب المصري محمد صلاح عرض الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة. وكتبت هالة صدقي عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام: العيد عيدين، بمعايدة هو أو مو صلاح حبيب قلب صفصف من جوه القلب، والملك والملكة لما يعيدوا ويباركوا البعض. وقالت كمان هالة صدقي: لغة الملوك كل سنة وانتوا طيبين. وأجمل عيد لمو صلاح صفصف أو الملكة وصيفة، هي والدة سيد العمدة التي قامت وداد بخداعه لمدة 7 أشهر بعدما خلعته وتزوجت غريمه شوقي فتح الله، وحصلت منه على 5 مليون جنيه. قامت بعدها وصيفة بعمل حيلة واستأجرت شاب أوهم وداد بحبه لها، فأعطته 5 ملايين من الجنيهات مقابل مشروع وهمي. ليتضح أن صفصف هي من قامت بتدبير هذا الأمر لاستعادة أموال ابنها سيد. مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وزينة وهالة صدقي ومي كساب وأحمد فهيم وإيمان العاصي ومنذر ومجدي بدر ومنة فضالي وأحمد داش وطارق النهري وعصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. لكن اللي عايزين نقوله أمر خطير. جوز هالة صدقي أنكر نسب والديه أو ابنه يعني وبنته. قصة طلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي قصة شهدت الساعات الأخيرة. طلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي، وبعد أن أصدرت محكمة أسرة قصر النيل حكما لصالح الفنانة وإنهاء الخلاف الكبير الذي حدث بينهم. لذا نستعرض لكم تفاصيل طلاق هالة صدقي من زواجها سامح سامي. طلاق هالة صدقي من زواجها سامح سامي. جاء هذا طلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي نتيجة عدد من الأزمات اللي حصلت بين الاثنين. واشتدت الأزمات بين الثنائي بعد أن اتهمت هالة صدقي زوجها بالتشهير بها، خاصة بعد أن أكد زوجها أن هالة صدقي استأجرت بويضات للإنجاب. كما اتهم سامح سامي زوجته هالة صدقي بالاستيلاء على أمواله. وبعدها رفع سامح دعوى قضائية ضد هالة صدقي ينكر فيه نسب نجليهم. وبعدها علقت هالة على قضايا زوجها قائلة: كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، مكسبش ولا قضية، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف. واتهمت هالة صدقي زوجها سامح سامي بتعمده عدم دفع المصروفات الدراسية الخاصة بوالديه سامو ويوسف، والتي تقدر 50,000 جنيه استرليني، حيث أقامت دعوى قضائية ضده لمحكمة الأسرة. من هو زوج هالة صدقي؟ يعد سامح سامي هو الزوج الثاني لهالة صدقي، حيث تزوجت قبله رجل الأعمال الشهير مجدي ويليام، وبعدها تزوجت من سامح سامي سنة 2007، وهو من أشهر المحامين المصريين. وولد في إحدى ضواحي مدينة القاهرة، وأنجب منها بنت اسمها مريم وولد اسمه يوسف. طلاق هالة صدقي، ما هي ديانة الفنانة هالة صدقي؟ دائما ما يتساءل المتابعين عن ديانة الفنانة هالة صدقي،
والتي تعتنق المسيحية على المذهب السرياني، حيث ولدت عام سنة 61، واشتهرت هالة صدقي بتجسيدها لعدد من الأدوار المميزة بالسينما المصرية، منها فيلم الهروب رفقة الراحل أحمد زكي. هالة صدقي، وشاركت الفنانة هالة صدقي خلال الفترة الأخيرة في عدد من الأعمال القصيرة، وقلنا زي ما قلنا إني دايما ما كان يتساءل عن ديانتها الحقيقية. وشاركت الفنانة هالة صدقي خلال الفترة الأخيرة دي في عدد من الأعمال المميزة، منها مسلسل فاتن أمل حربي، والذي تم عرضه برمضان الماضي، ويسرد العمل قصة زوجة والتي تقرر الانفصال عن زوجها لكن تجد نفسها في مواجهة العديد من الأزمات لكي تنفصل عنه. هالة صدقي صراحة من الفنانات المحترمات جدا جدا، واحنا بنقدرها وبينكن ليها كل احترام. وقلنا هالة صدقي كانت يعني انسانة جدا، وهالة صدقي علقت في الذكرى الاولى لرحيل دلال عبد العزيز بتقول انها كانت انسانة محبة للحياة وصاحبة واجب. عبرت الفنانة هالة صدقي عن حزنها الشديد لفقدانها صديقتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، وبسبب الذكرى اللي هو انها رحلت عن عالمنا في 8 اغسطس سنة 2021، وطلبت الجميع بالدعاء لها بالرحمة. ذكرى رحلها، وقالت هالة صدقي في تصريح لقناة الملكة والأمير أو تصريح عام: الله يرحمها دلال عبد العزيز كانت فنانة جميلة، للأسف ما شغلناش مع بعض غير عملين فقط، لكن على الرغم من أنه تم جمعنا صدفة كبيرة للمشاركة في أعمال أكتر، إلا أنني لا أذكر لها غير أنها إنسانة محبة للحياة وصاحبة واجب جدا الله يرحمها. وشاركت الفنانة هالة صدقي في المارسون الرمضاني سنة 2022 من خلال مسلسل فاتن أمل حربي، وحققت من خلاله نجاح كبير جدا جدا، إذ أشاد الكل من المخرجين والمتخصصين بأدائها في ذلك العمل. وظهرت أحداث المسلسل ده وهي الشخصية التي جسدتها الفنانة ليلي كريمة، التي تعمل بالشهر العقاري والتي تقرر الانفصال عن زوجها سيف بالطلاق، وهي الشخصية التي جسدها الفنان شريف سلامة، فتجد نفسها في مواجهة العديد من الصعاب وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها، وتكتشف أن القانون في صف زوجها في حال زوجها مرة أخرى. أحبائي وأعزائي، كل الشكر وكل الحب والتقدير لكم، وبنقول لكم كل سنة وطيبين، يجعل أيامكم كلها سعيدة ويجعل أيامكم كلها جمال. بكرة بأمر ربنا إن شاء الله يكون ذكرى تحرير سيناء، ويا رب يحررنا من الغلاء والوباء وارتفاع الأسعار الرهيب اللي احنا يعني بنعاني منه. مع كل الشكر والتقدير ليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. سلام الرب يكون معكم، أمين. لا تنسوا الاشتراك بقناة الله.